الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا واجتبانا وجعلنا من عباده المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لأقوام صفة عظيمة جعلها الله تعالى علامة على القبول، وجعلها الله تعالى تحفيزا، وجعلها الله تعالى سببا لاقتداء الناس بهم حتى تتحقق فيهم هذه الصفة، إنها صفة الرجولة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إذن ليس كل مؤمن رجلا. الرجولة صفة مرتبطة بأعمال، مرتبطة بصفات، مرتبطة بميزان يوزن فيه هذا الشخص بأعماله، بأقواله، بما قدم، بما أنجز، بما كان به خيراً لهذه الأمة، بما استطاع أن يخرج به من شهواته وأنانيته وذاته ليكون محور نفع، وليكون سبب خير، وليكون محرض ومحرك إنجازات كبرى، وليكون من أهل الثبات على الحق، من أهل الثبات على الصدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الصدق كان منهم التزاما وثباتا وعملا، على الرغم مما مر بهم من محن، على الرغم مما مر بهم من تحديات، على الرغم مما مر بهم من أيام وسنوات وأزمات كبرى. ليست عبادة الله تعالى وليس الصدق مع الله تعالى في حال الرخاء، وإنما امتحان الصدق مع الله تعالى في حال الشدة، في حال الابتلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن أيامنا هذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معجز: كأني بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يسمعون هذا الحديث يقولون: يا رسول الله، هل يكون هذا؟ يعقل أن يكون هذا الكلام؟ هل يمكن أن تأتي أيام، هل يمكن أن تأتي أحوال على الناس ويكون الناس على هذه الحال التي تصفها لنا يا رسول الله، ونحن، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على ما نحن عليه من الصدق معك، ونحن على ما نحن عليه من ثبوت ورسوخ الإيمان، ونحن على ما نحن عليه من فهم الحقائق بعد أن أكرمنا الله تعالى بالإيمان والإسلام؟ معجزة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف فيها المستقبل، ويحدثنا عن أيامنا هذه فيما أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن، كتاب الفتن باب شدة الزمان، كتاب الفتن باب شدة الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الأمور الهامة، يتكلم في نقض الثوابت، يتعدى وهو الرويبضة على أعلام وقامات ورجال،
شهد الله تعالى لهم في كتابه أنهم رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم يأتي الرويبضة ليتكلم في هؤلاء الرجال، يريد أن يزعزع الثوابت، يريد أن يزعزع الإيمان والحقائق في قلوب الناس. هذا الزمان هو ما يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عجائب في كل يوم تسمع عنها. مؤتمر القمة العربي الإسلامي الأمريكي، مشروع الآن يعد له من خلال زيارات بين دول عربية ودول خليجية ودول إسلامية، تريد من خلاله أن تعقد حلفاً عربياً إسلامياً أمريكياً صهيونياً لمحاربة الإرهاب، للقضاء على التطرف الإسلامي الذي صنعوه هم، الذي اخترعوه هم، والذي أوجدوه في المنطقة من أجل أن يفتتوا هذه المنطقة. صداقات ومؤتمرات وغزل بين العرب وبين المسلمين وبين إسرائيل بين اليهود، ثم الهجوم على كل شخصية كان لها في تاريخنا موقف واضح من وحدة الأمة، من وحدة العرب، من وحدة المسلمين، من الدفاع عن كل شبر من أراضي المسلمين، من فهم مشروع الاعتداء الصهيوني على هذه الأمة، من فهم مشروع تقسيم وتمزيق هذه الأمة، من فهم مشروع اختراق ثوابت هذه الأمة. ولذلك نجد الرويبضة يتحدث عن قامة كبرى، والله لو أن هذه القامة جسدت اليوم في أرض الواقع لكانت عملاقاً يصل رأسه إلى السماء، وهذا الرويبضة لا يستطيع أن يقف أمام إصبع قدم هذا العملاق العظيم. إنه صلاح الدين الأيوبي، إنه صلاح الدين الأيوبي، هذا الرجل الذي كان أعجوبة من أعاجيب هذه الحضارة العربية الإسلامية، هذا الرجل الذي لو وضع في ميزان الأعمال لكان أمة، ليس رجلا وليس فردا. أمة اليوم لا تستطيع أن تقوم بعمل من أعمال صلاح الدين الأيوبي وما قام به صلاح الدين الأيوبي. عاش صلاح الدين الأيوبي 55 عاما، قضى منها نحو 24 عام وهو سلطان، بعد أن وحد مصر والشام وشيئا من الحجاز، واستطاع أن يوحد هذه الدولة التي ما يمكن ولا يمكن في يوم من الأيام أن تقوم للأمة العربية أو الإسلامية قيامة إلا من خلال وحدتها وقوتها. حارب الفرنجة، قضى على إمبراطوريتهم، على إماراتهم، على أحلامهم، على ما كانوا يعيشونه من حالة أمن واستقرار وتحالفات في هذه المنطقة مع بعض العرب الذين خانوا العروبة والإسلام، واستطاع أن يهزم جيوشهم في معركة حطين في سنة 582. في تلك المعركة أيها الأحبة كان جيش الفرنجة 60,000 مقاتل، وكان جيش صلاح الدين 12,000 مقاتل، لكن العقل العسكري الاستراتيجي، الخطة الواضحة، الإيمان بالله تعالى، التحريض الإيماني، إيمان صلاح الدين بالله تعالى، استطاع صلاح الدين أن يهزمهم هزيمة كبرى، فقتل منهم 30,000 وأسر منهم 30,000. كان صلاح الدين الأيوبي إذا مشى في جيش أخذ معه العلماء ليقرأوا العلم في خيامهم والجيش يقاتل، وكان إذا خاض معركة أمر الناس على المنابر، كان يحرك الجيوش في مثل هذه الساعة تماما وخطباء الأمة على منابرهم، ويأمرهم أن يدعوا الله تعالى له حتى يكون هذا سببا من أسباب النصر، لأنه يؤمن أن المسلم يبذل الأسباب ولكن النصر يكون من عند الله عز وجل. بعد معركة حطين الفاصلة توجه صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس، حاصرها، وجاءت جحافل الجيوش، 200,000 جيش، 200,000 مقاتل من جيوش الفرنجة،
أرادت أن تفك الحصار عن بيت المقدس، أرادت أن تنقذ بيت المقدس من عودتها إلى حضن العروبة والإسلام، ولكن ما استطاعوا. وفي سنة 583 استطاع صلاح الدين أن يجبر الفرنجة في بيت المقدس على التسليم، فسلموا لصلاح الدين مقابل أن يدفعوا فدية عن كل نفس، عن كل فرد من أفراد المحتلين المعتدين الفرنجة الذين كانوا في بيت المقدس. طبعا هنا نقف أمام صورة أخرى. صلاح الدين لم يكن قائدا عسكريا فقط، مع أنه قضى على الخيل وهو يجاهد في سبيل الله 16 عاما، 24 سنة وهو سلطان، 16 سنة من هذه السنوات وهو يجاهد، ينام في الخيام وينام على فرسه ويمضي من مكان إلى مكان ويجيش الجيوش ويجمع الناس من أجل أن ينقذ الأمة، من أجل أن يوحد الأمة، من أجل أن يعيد لهذه الأمة ثوابتها، من أجل أن تبقى هذه الأمة عزيزة بدينها وأهلها وعزيزة بالقيم التي آمنت بها. فتح صلاح الدين بيت المقدس. طبعا تعلمون أن الصليبيين والفرنجة لما كانوا في بيت المقدس، وبقي الفرنجة في بيت المقدس 88 عام 88 سنة، اعتدوا على مساجد المسلمين وأهانوا قبة الصخرة وحطموا ما حطموا من المساجد وقاموا بمذابح حتى سارت الدماء تسير في الطرقات. فلما فتح صلاح الدين هذه المدينة علم أن جيشه من المسلمين لابد أن تتحرك فيهم الحمية للانتقام، وعلم أن هناك من ينادي بهدم كنيسة القيامة انتقاماً لما فعله الفرنجة بمساجد المسلمين، فنادى بأن العهد بيننا وبين أهل البلاد من المسيحيين هو ما كتبه عمر، ولا يجوز ولا يمكن هدم كنيسة القيامة ولا أي كنيسة أخرى. ثم اختار نخبة من جنوده فجعلهم يطوفون في طرق وأزقة بيت المقدس ليمنعوا أي اعتداء من أي جندي على أي إنسان في تلك الأرض. جاء الملوك وجاء الأغنياء ليقدموا الفدية لصلاح الدين الأيوبي، وقدم كل ملك وكل أمير وكل غني قدم الفدية وخرج من بيت المقدس إلى بلاده التي جاء منها، من ألمانيا، من فرنسا، من إيطاليا، تلك الأراضي التي هي بلادهم. وبقي الفقراء، وبقي من لا يملك مالا ليفتدي نفسه. القانون العسكري، المعاملة بالعدل، المعاملة بوفق هذا الميثاق الذي كان بين صلاح الدين وبين من سلم بيت المقدس من الفرنجة، أن كل هؤلاء يجب أن يكونوا أسرى بيد صلاح الدين. هنا تنافس صلاح الدين مع الأمراء من حول صلاح الدين في عتق من أعتقوا وفي فدية من افتدوا. جاء أخوه الملك العادل فقال له: يا أمير، هبني 1000 من هؤلاء. فوهبه 1000، قال له: 1000 تطلقهم بلا فدية من فقراء الفرنجة. وجاء أحد الأمراء فوهبه 700، وجاءه بطرك من بطاركة الكنيسة المشرقية المسيحيين الشرقيين فقال له: هبني أيضا من هؤلاء. فوهبه 700 إنسان. ثم أعلن صلاح الدين أنه سيعفو، لا يريد فدية، لا يريد فدية، سيعفو عن كل عجوز، امرأة عجوز أو عن شيخ كبير، وسيدفع من مال خزينة صلاح الدين للأطفال الأيتام للأرامل، سيدفع لهم المال الذي يعينهم على الحياة وعلى نفقة الوصول إلى بلادهم. هؤلاء كلهم أيها الأحبة من الفرنجة الغزاة، ليسوا من المسيحيين من أهل الأرض، هؤلاء لم يكونوا شركاء في حروب الفرنجة، بل كانوا كما كان المسلمون، كانوا تحت اضطهاد هؤلاء الذين جاءوا إلى بلادنا مستعمرين محاربين. صلاح الدين بين القوة وبين العدل
وبين الرحمة وبين الحضارة التي أسسها من خلال المدارس ودور الحديث ودور القرآن التي انتشرت في مصر والشام، والتي كانت سبباً لنهضة علمية جاءت بعد ذلك أثمرت خيراً كثيراً. والآن عندما تسيرون في دمشق وعندما تسيرون في بلاد الشام وترون تلك القباب وتلك المدارس، أغلب هذه القباب وأغلب هذه المدارس هي مدارس أيوبية أسس لها صلاح الدين، جعل هذا المنهج العلمي في أسرته وفي أبنائه وفي من حوله. صلاح الدين أيها الأحبة الذي كان نموذجاً عجيباً في الإعراض عن الدنيا. عندما يقال إن الفتوحات الإسلامية فتوحات نهب، وأنها فتوحات اعتداء، وأنها فتوحات لكسب المال، وأنها حروب للاعتداء على الناس وعلى الأموال، مات صلاح الدين وهو لا يملك إلا بضع دراهم. وكان صلاح الدين محافظاً على واجباته الدينية. يقول المؤرخون أيها الأحبة كان شديد الاعتناء بالصلاة، فكان إذا حان وقتها وهو في سير أو في غزو أو في معركة نزل وأوقف الجيش وصلى، وكان حريصا على الصلاة ولكن على الصيام، ولكن الجهاد والمعارك كانت تتطلب منه في بعض الأحيان أن لا يصوم، فكان يضبط ذلك في سجل عند قاضيه القاضي الفاضل. يقول لو 14 يوم أفطرت في هذا الشهر، 12 يوم أفطرت في هذه السنة، ويريد ويحاول أن يقضي هذا الأيام، ولكن اقترب أجله وجاء المرض وهو يعلم أنه ما يزال عليه أيام من القضاء، فأصر على أن يصوم مع أن الطبيب والقاضي ومن حوله قالوا له أن هذا الصوم سيضر بك، ولكنه علم أن المنية قد حانت فأراد أن يقضي ما عليه من الصوم. أما الزكاة فلم تجب عليه أبدا، ما وجبت عليه الزكاة في زمن من أزمنته، وكان يقول وهو يعني نفسه إني لأعرف من لا فرق عنده بين التراب وبين الدرهم والدينار، إني لأعرف من لا فرق عنده بين التراب وبين الدرهم والدينار. هكذا أوصله إيمانه، هكذا فهم من حقيقة ما يكون في هذا الدين من معرفة للأولويات وللقيم وللحقوق وللواجبات. صلاح الدين أيها الأحبة كان يجلس في دار العدل يوما في الأسبوع، فيأتي من لديه ظلامة كبرى، يقول له إن الأمير فلان اغتصب بيتي، إن الأمير فلان اغتصب ضيعتي، إن الأمير فلان سخرني للعمل من دون أن يعطيني الأجر، فيقضي لهؤلاء وقضى على كثير وقضى لكثير من عامة الناس على أمراء جيشه وعلى أقربائه وأعاد لهم الحقوق. صلاح الدين أيها الأحبة الذي لا ينتهي الحديث عنه هو الذي أدهش الفرنجة بعقله وحكمته ورحمته، ولذلك كتبوا القصائد في مدحه وألفوا الكتب في الثناء عليه وقالوا عنه السلطان الرحيم. لما مرض الملك الذي كان يحاربه وكان يقاتله ريتشارد، أرسل صلاح الدين طبيبه الخاص ليعالج ذلك الملك. وكان صلاح الدين إذا انتهت المعركة في أي معركة من المعارك كان يضع من جنده من يؤمن خروج النساء والأطفال بأمان دون أي اعتداء. في إحدى المرات أصرت امرأة وألجت امرأة على أن تقابل صلاح الدين من الفرنجة، ما الأمر؟ فقالت له إن جنودك قد سرقوا غلاماً وطفلاً من أطفالي وأنا أريد هذا الغلام. فأرسل صلاح الدين من يبحث عن هذا الطفل ومن يسأل عن هذا الطفل، فوجد أن هذا الطفل قد وقع أسيراً بيد أمرائه، فدفع من ماله واستنقذ هذا الطفل وأعاد هذا الطفل إلى أمه. صلاح الدين أيها الأحبة
الذي أعاد راية الإسلام وأعاد راية العروبة، ولم يقل مرة أنا كردي، ولم يقل مرة أنا عربي، ولم يقل مرة أنا أنتمي إلى قومية من القوميات، وإنما أنا أنتمي إلى حضارة اسمها الحضارة العربية الإسلامية، الحضارة التي تحمل القيم، الحضارة التي تدفع الظلم، الحضارة التي تبني ولا تهتم، الحضارة التي تحترم إنسانية الإنسان حتى لو كان كافراً وحتى لو كان مخالفاً. صلاح الدين هذا أيها الأحبة الذي بقي حاضراً في ذاكرة الطغاة، في ذاكرة المعتدين، حتى إن غورو، وما أدراكم من غورو، لما دخل إلى دمشق ترك كل ما في دمشق وتوجه إلى قبر صلاح الدين ليركل هذا القبر وليقول له: استيقظ يا صلاح الدين، ها قد عدنا، استيقظ يا صلاح الدين، ها قد عدنا. وبعد 20 عام استيقظ صلاح الدين ليقول له: ها قد طردناكم. وكأننا اليوم نقول: استيقظ يا صلاح الدين لترى الرويبضة الذي لا قيمة له ولا قيمة لأعماله ولا وجود له على الحقيقة، ماذا يقول عن صلاح الدين البطل، وماذا يقول عن صلاح الدين القائد؟ بل استيقظ يا صلاح الدين لترى كيف أن أعرابا منا اليوم يريدون أن يعقدوا المعاهدات والاتفاقات مع أعداء هذه الأمة من الفرنجة ومن الصهيونيين. استيقظ يا صلاح الدين لترى كيف أن الأمة اليوم انشغلت بالتقاتل بين أبنائها كما كان الأمر في زمانك. استيقظ يا صلاح الدين لترى كيف أن القيم التي كنت تدافع عنها، كان صلاح الدين حريصاً على أن يجلس بين يدي المحدثين، ولذلك جلس في مصر بين يدي المحدث الكبير طاهر السلفي في الإسكندرية وقرأ الكتب على يديه، وجلس في الشام بين يدي المحدث الكبير ابن عساكر وقرأ على يديه تاريخ دمشق لابن عساكر، وقال صلاح الدين: أقرأ تاريخ دمشق بشرط أن نقرأه على نية فتح بيت المقدس. وكان بيت المقدس لم يفتح بعد، وكان حيثما حل، كان حيثما جلس، حيثما تكلم، ليس لديه هم إلا أن يخرج هؤلاء الذين دنسوا الأرض، هؤلاء الذين اعتدوا على المقدسات، هؤلاء الذين استباحوا المسجد الأقصى، ليس له هم إلا هذا. ما فكر في يوم من الأيام بالسلم الكاذب، ولا فكر في يوم من الأيام بمكاسب الدنيا، ما فكر بيوم من الأيام كيف سيرتفع سعر برميل النفط أو كيف سينخفض سعر برميل النفط، ولا فكر في يوم من الأيام كيف سيورث الأرض ويورث الممالك لمن سيكون من بعده، وإنما فكر أنه سيلقى الله عز وجل فيقف بين يدي الله فسيقول له: ماذا فعلت لأجل ديني يا صلاح الدين؟ ماذا فعلت لأجل هذه الأمة يا صلاح الدين؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال كما قلنا لو تجسدوا اليوم لطاول رأسهم أعلى السماء، ومنهم الرويبضة الذي يتكلم ويهرف بما لا يعرف ويقول ما يقول، وهو أبعد الناس عن أي معنى من معاني الوجود وأي معنى من معاني القيم الحقيقية. زمان حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن باب شدة الزمان، والله شدة أن يقال إن صلاح الدين مجرم، أن يقال صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ، أن يقال البخاري كان أعجمياً لا يعرف اللغة العربية فكيف كتب كتاب صحيح البخاري، كان البخاري عربياً أكثر من أعرابيتك أيها المعتوه. ولذلك لو نظرت إلى سيباويه، هذا سيباويه رجل أعجمي، رجل فارسي، كان إمام اللغة. ابن جني كان رجل يوناني في أصله، كتب الخصائص في فقه اللغة
ما كتب في تاريخ اللغة العربية مثل هذا الكتاب، ولا في تاريخ الدنيا مثل هذا الكتاب، الخصائص لابن جني، وهو يوناني رومي يوناني، وكتب في فقه اللغة العربية. اللغة العربية ليست لغة يتكلمها أهلها، وإنما هي حضارة، وهي طريقة عيش، وهي ثقافة، وهي إيمان بالله تعالى، وهي القرآن الكريم الذي تنافس أهل بخارى وأهل سمرقند والأكراد والشركس والعرب والألبان وكل هذه القوميات في خدمتها وفي خدمة القرآن الكريم. صلاح الدين الذي دفن في قلعة دمشق أول ما دفن، قبل أن ينقل إلى المدرسة الكلاسي أو خلف الجامع الأموي، دفن معه سيفه الذي قاتل فيه 16 عاما، جاهد وقاتل وهو وبقي على ظهور الخيل في نصرة هذه الأمة 16 عاما، وأراد أن يكون هذا السيف شاهدا عليه، شاهدا له بالخير، شاهدا له بما قدم، شاهدا له بما فعل. عذرا صلاح الدين إذا كنا جبناء، وعذرا صلاح الدين إذا كنا أغبياء، وعذرا صلاح الدين إذا كنا ضعفاء، وعذرا صلاح الدين إذا لم تهب الأمة، كل الأمة، لتقول لهذا المعتوه ولأمثال هذا المعتوه ممن يتطاول على أعلام هذه الأمة: لستم منا ولسنا منكم. بعد أن أنهى صلاح الدين ما قام به من حروب في حروب الفرنجة، وطهر بر الشام ومصر من الفرنجة، ركب صلاح الدين البحر مرة في عودته من عسقلان، وكان البحر هائج شديد مخيف، وكان معه أحد العلماء، وجعل هذا العالم يقول في قلبه: والله بعد هذا اليوم وبعد هذه الساعة من ركوب البحر وبعد هذه الشدة التي رأيتها، والله لو ملكوني الدنيا ما ركبت البحر مرة أخرى. طبعا وسائل التنقل كانت بسيطة، لما يهوج البحر، لما يهيج البحر سيشعر الإنسان أن الدنيا كلها قامت. قال هذا العالم في قلبه: والله لو ملكوني الدنيا بعد اليوم ما ركبت البحر ساعة. قال: فما أتم هذا الكلام في نفسه حتى قال له صلاح الدين: أتدري ماذا أقول في قلبي؟ قال: ماذا تقول؟ قال: والله لئن أحياني الله عز وجل عاما قادما لأركبن البحر حتى أفد عليهم في جزرهم وفي شواطئهم، فأكسر شوكتهم فلا يعودوا إلى بلاد المسلمين. أنت عم تقول البحر صعب، والله ما عاد أركب البحر بعمري، والله لئن أحياني الله لأفد عليهم في جزرهم وفي شطآنهم حتى أكسر شوكتهم حتى لا يعودوا من بعدي إلى بلاد المسلمين. رحم الله الرجال ورضي الله تعالى عن الرجال، ورحم الله صلاح الدين ورضي الله تعالى عن صلاح الدين، وجمع لهذه الأمة شملها، وجمع لهذه الأمة قوتها حتى تستعيد هذه الأمة مقدساتها في كل ساعة وفي كل يوم. أيها الأحبة، عندما تغيب عنا الثوابت وعندما تغيب عنا القيم الحضارية والقيم الحقيقية ننهزم. نحن أمام عدو يحتل الأرض، نحن أمام عدو يريد أن يقسم الأرض، نحن أمام عدو يريد أن يشكك في الثوابت والقيم، نحن أمام معركة موجودة على الأرض في إسرائيل وموجودة على وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام من خلال التشكيك بقيم الإسلام وقيم العروبة وقيم الحضارة، ومن خلال التشكيك بالتاريخ الذي جعله الله تعالى لنا عبرة، وجعل الله رجاله سببا نقتدي بهم ونصنع أمجادنا من خلال الاقتداء بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله العظيم.